مرحب بكم مرة تانية في استكمالنا لدراسة رسالة معلمنا بولس إلى العبرانيين، وإحنا خلاص ممكن تكون المحطة الأخيرة النهاردة. بقالنا مع بعض شهور، رسالة دسمة جدا، خدت مننا وقت كتير، بس من خلالها أظن قدرنا نغطي مواضيع كتير روحية، المواضيع بتخص جهادنا الروحي، مواضيع بتخص عمل ربنا في حياتنا، مواضيع بتخص كمان دور الكنيسة في حياتنا. وأظن أنه من خلالها درسنا أمور كتير لاهوتية برضو وطقسية، وكانت دايما بتتلامس مع أسرار، مع أسفار تانية، ومع أفكار في كتب من كتاب مقدس تانية. أصلي أن دي تبقى مادة أنها تفتح أذهاننا إزاي نتعامل مع كلمة ربنا، بحيث أنها تبقى زي الأبجدية اللي نقدر نطبقها على كتب تانية وعلى أفكار تانية وعلى أسفار تانية، بحيث إنها دايماً تبقى كلمة الله تشبعنا. نحاول بنعمة ربنا النهاردة نختم مع بعض الرسالة. المرة اللي فاتت ابتدينا في إصحاح 13، هو الإصحاح الأخير من رسالة العبرانيين، وقلنا إنه عبارة عن وصايا ختامية، يمكن بيظهر من الخارج إنها منفصلة ومش متصلة ببعضها، وإنها عبارة عن وصايا بيحطها بولس الرسول عشان يختم بها رسالة، لكن بالشرح والدراسة المرة اللي فاتت قدرنا أن نلاقي خط عريض بيقدر يوصل النقط ببعضها، كأنه بولس الرسول من خلال الرسائل المختلفة دي بيبعت رسالة واحدة بتخص علاقتنا بالله وعلاقتنا بالكنيسة. دول البعدين اللي احنا كررناهم كتير جدا. شفنا ازاي انه في بداية الرسالة كان دايما الرحلة هي علاقتنا احنا بشخص رب المجد، ان احنا نقدر عينينا تتفتح لشخص رب المجد مين هو بالنسبة لنا، من خلال مقارنات عملها بولس الرسول بشخصيات العهد القديم كله. وبعدين وصل بقى إلى قمة المقارنة لما اتكلم عن الذبيحة والدم والخلاص واستعلان الخلاص من خلال الدم المسفوك، وزي ده فتح لنا الطريق للأبدية. ومن هنا ابتدى بولس الرسول بقى يطبق الأمور اللي تخص حياتنا من خلال الكلام عن المحبة وعن الرجاء، وبعدين توجها بالتاج الأكبر هو إصحاح 11، إصحاح الإيمان، إصحاح درسناه مع بعض، وبعدين طبقنا عليه في إصحاح 12 نفس البعدين، إزاي الإيمان ده نقدر نمشي فيه فنوصل لرئيس الإيمان ومكمله اللي هو شخص رب المجد يسوع، وكمان نقدر نعيش الكنيسة الواحدة اللي لقبها بأنها سحابة شهود محيطة بنا، وإزاي السحابة دي تقدر تسندنا في سكتنا وتساعدنا في جهادنا ضد الخطية المحيطة بينا بسهولة. من أول الإصحاح 13 زي ما قلنا ابتدى بولس الرسول يرص أفكار رائعة، وصايا كل واحد فيها ممكن يتاخد في محاضرة لوحده وفي مرة وحده، لكن شرحنا بشكل عام وهقرأ معاكم كم آية اللي خلصناهم المرة اللي فاتت. قال لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. الثلاث آيات الأولانيين دول بيخصوا علاقتنا مع بعض، محبتنا العملية، مش بس بالكلام، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. ابتدى يحط بعد جديد لمفهوم المحبة أو الخدمة، مش مجرد أن واحد بيحس أنه بيدي حاجة لحد من عنده، على قد ما هو بيضيف بيها الله نفسه، بيضيف بيها ملائكة نفسها. وشفنا إزاي هو بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، تمام، زي ما واحد مثلا ايده توجعه او رجله توجعه عمره ما بيحس انه بيقدم فضل لايده لو ودها لدكتور او لرجله لو ودها دواء، ما بيحسش بكده، بيحس انه بيعمل حاجة لنفسه. نفس الفكرة يقولها بولس الرسول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، وهي دي الفكرة اللي كلمنا عنها كتير المرة اللي فاتت لما ربنا قال انتوا كل ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصغر فبيه قد فعلتم، أنا كنت غريب فأويتموني، أنا كنت عريان، أنا كنت جعان. فهنا الخدمة والمحبة الأخوية اللي بيكلم عليها مش بتطلع من الواحد من بره أو من حس إنه بيدي حاجة، لا، هو كأنه بيدي نفسه، كأنه بيدي شخص رب المجد، لأن احنا في النهاية أعضاء في جسد واحد والرأس واحد، وهو رأس يسوع المسيح حجر الزاوية. في عدد 4 و5 قال فكرتين شوية مرتبطين ببعض جداً، وهي حياة الطهارة بالاكتفاء بالمادة. الفكرتين يبانوا من بره ان هم لهمش علاقة ببعض. يقول يكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير ناجس، واما العاهرون والزناة فسيدينهم الله.
دي الطهارة. الآية التانية شرحناها: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. قلنا إن الاتنين عبارة عن ارتباط الإنسان بمادة، إذا كان حسية جسدية من خلال النجاسة أو من خلال عدم الشبع ودايما البحث وراء المادة والفلوس وعدم الاكتفاء بيها. فحط بولس الرسول الفكرة في المقابلة وقال إنه لازم الزواج يكون مكرم. اتكلمنا برضو شوية عن فكرة الزواج وقد إيه ربنا سمح بإنه الإنسان يبقى عنده تكامل مع زوجة أو يبقى واحد، ما لا يصير الاثنين اثنين فيما بعد ولكن واحد. في المقابل النجاسة والزنا هي إن كل واحد يدور على لذته الخاصة جدا دون الاهتمام بالطرف الثاني. عشان كده الكتاب بيوصف النجاسة على إنها كأنها عبادة الأوثان، والطمع برضو في أماكن تانية يوصفها على إنها عبادة الأوثان. وعشان كده بولس الرسول قال في مكان تاني: لا يسمى بينكم كهذا. ما ينفعش يبقى بين الكنيسة وبين القديسين الفكر ده، فكرة النجاسة، وإن كل واحد بيدور على لذته الشخصية. أما فيما يخص المادة فكانت وصية بولس الرسول: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. وما قالش لتكن سيرتكم خالية من المال، هو المشكلة بتبقى مش في المال، إنما المشكلة بتكون في محبة المال. عشان كده محبة المال مش مرتبطة بالغنى والفقر. يعني مش صح إن إحنا دايما نقول أصل الأغنياء عندهم مشكلة مع الفلوس، أبدا. في ناس فقراء جدا بس عندهم محبة المال، والعكس في ناس أغنياء جدا عندها فلوس كتير لكن المال مش في قلوبها تدي وتحب وتساعد. فالموضوع مش مرتبط بكمية المال على قد ما مرتبط بوضعية المال، هل هو في جيوبنا ولا في قلبنا. عشان كده قال لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. هو جاب لنا مصدرين ازاي الواحد يخلص من محبة المال، حاجتين. الحاجة الأولانية إن الواحد يتعلم الاكتفاء، وده اللي احنا بنقوله في القداس: حتى لما نكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. عشان كده لما بنطلب ان ربنا يدينا كفايتنا مش بنطلب عشان عايزين جسديات، لا، عشان عايزين نبقى مركزين في حياتنا الروحيه، ما يبقاش الواحد منزعج باحتياجاته الجسديه وده ياثر على طريقه الروحي وسكته للابديه. الحاجه الثانيه اللي تثبت الانسان جدا في انه يخلص من محبه المال هي اتكاله على الله. يقول: لانه قال لا اهملك ولا اتركك، حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بها الإنسان. دي نهاية الفكرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي احنا خلصناها، ازاي ان التقوى مع القناعة هي تجارة عظيمة من ناحية، والناحية التانية ازاي الإنسان اللي عنده الثقة دي فإن الله يعوله وكأنه بيحط ربنا عند مسئولياته. يعني كأنه بيقول لربنا: طب بص أنا مش ههتم بحاجة بس أنا احتياجاتي عندك. فكأنه كده بيقول لربنا: خلاص أنا يعني إيه، أنت المسؤول. وطبعا امام هذا الفكر، امام هذا التخصيص ان الانسان يخصص ربنا انه يبقى هو المسؤول عنه، انا لما يجي ابني ويقول لي: يا بابا انا هعتمد عليك في الموضوع ده، مش ممكن هغزله. لكن لما بشوفه عايز يعمل بنفسه وعايز، خلاص اتفضل. نفس الفكره، فكره ان الانسان لما بيسلم حياته لربنا بيشعر فعلا زي ما بيقول ان الرب معين لي فلا اخاف، ينزع الانسان منه اي خوف واي اضطراب من المستقبل باحداثه. ومن هنا أنا برضو عايز أركز مش بس على المادة لكن حتى على مشاكل حياة الإنسان. واحد يبقى دايما حاسس إنه جميل قوي الآية دي: الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. فلا يخاف الإنسان من ظروف ولا يخاف من بشر تانيين ولا يخاف من أي حاجة. وكلمة السر هنا في كلمة واحدة بس تحط تحتها 20 خط: واثقين. حتى أننا نقول واثقين، مش نقول باللسان على قد ما هو بالقناعة الكاملة بأننا أن الرب معين لنا فلا نخاف. والثقة زي ما قلت لكم في اللغة الأساسية فيها حتة الفرح، زي ما سيد المسيح قال: be of a good cheer، يعني إيه؟ ابتهجوا. يعني الثقة فيها حتة إيه؟ ابتهاج، فرحة. مش الواحد يبقى أنا واثق بس يعني قلقان، أو واثق بس مش مطمن، لأ، يبقى واثق قوي وفي نفس الوقت مستمتع جدا وفرحان جدا ومبتهج جدا بحراسة الله لي. تيجي في النقطة الجديدة عشان نركز أكتر النهاردة، يبتدي بولس الرسول في الآيات اللي جاية دي كلها يبتدي يتكلم عن نقطة تانية مهمة جدا. بعد ما خلص مفهوم الكنيسة من حيث المحبة والخدمة، يبتدي يبص على مفهوم الكنيسة من حيث التعليم ومن حيث الإرشاد. هقرأ معاكم الكام آية اللي جايين ونربطهم بالسياق الحديث. يقول: اذكروا مرشديكم
الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. نسيب آية 10 دي ونركز في الكم آية اللي فاتوا 7 و8 و9، لأن الرسالة واحدة. إيه الرسالة؟ الرسالة هنا بأنه نعمة ربنا اللي احنا شايفينها حوالينا دي ثابتة على ثلاث أعمدة. ثابتة على ثلاث أعمدة. الثبات الأول جاي من ثبات المخلص نفسه يسوع المسيح هو هو. فبما أنه ثابت لا يعتري تغيير ولا ظل دوران زي ما الكتاب بيقول، فدي مصدر ثقتنا. المصدر الثاني هو تعليم أصيلة لا تتغير. الأول هو ثبات المخلص، الثاني هو ثبات التعليم، والثالث هو ثبات النعمة اللي احنا فيها. فهو الثلاث أعمدة دول يرتكز عليها ثبات الإنسان في حياته. الأول يبدأ بكلمة اذكروا مرشديكم. المرشدين وهو هيكلم عنهم بعد شوية برضو في حتة الإرشاد، هو كل واحد بيمشينا في طريقنا الروحي، يعني نتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. بس أنا عايز ألمح لكام نقطة هنا، كام نقطة مهمين جدا. النقطة الأولانية أنه بيقول اذكروا مرشديكم. المرشدين دول الناس اللي بيعلمونا دول مصدر الإرشاد بتاعتهم حاجتين. الحاجة الأولانية الكلمة، الحاجة التانية السيرة. بمعنى أدق، محدش فينا أبدا يقدر يربي ولاده بأنه يقول لهم صلوا 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 صلوا، بس هم مش بيشوفونا بنصلي. فهنا يبقى الكلام مجرد إيه؟ ناس بيرشدونا بكلمة الله، لكن بالنسبة للسيرة سيرة خالية، مفيهاش حاجة. مينفعش أقول لابني أو بنتي لازم حبيبتي تروح الكنيسة وبعدين أبص ألاقي أنا شخصيا مش بروح. مينفعش أقول لابني إزاي إنه لازم أنا أبقى سلوكي كويس وبعدين يلاقيني بكذب أو بتعصب أو مش بقدم محبة. أو هنا لو حصل اختلاف ما بين الإرشاد بالكلمة والسلوك، يحصل هنا بقى إنه الثبات اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ده ينهار. الثبات ده ينهار. عشان كده كنيستنا ما هيش كنيسة بس كلمة مكتوبة. أهم ما يميز الكنيسة الأرثوذكسية أنها كنيسة تقليد. والتقليد مش معناه شوية الحاجات اللي احنا بنعملها، لا. التقليد هو أن الكنيسة عاشت الخلاص من أول يوم إزاي؟ بالكلمة وبالسيرة. وعشان كده سيرة قديس ممكن تبقى مسار تغيير حياة إنسان حتى لو ما هوش متبحر قوي في كلمة الإنجيل. أنا هنا مش بقلل طبعاً من الواحد لازم يتمسك بالكتاب المقدس أبداً، لكن عايز أقول إنه دايماً سيرة المحبة وسيرة السلوك المسيحي حوالينا هو اللي بيغير حياة الناس كلها، هو اللي بيديها التغيير الحقيقي. المرشدين دول بيطلب مننا بولس الرسول إن احنا نذكرهم، هيتكلم عليهم بعد شوية تاني، بس يقول اذكروهم وتمثلوا كمان بإيمانهم. وده رجعنا لإصحاح 11، فاكرين بعد ما خلص إصحاح 11 وذكر كل رجال الإيمان ركز جدا في فكرة التمثل بإيمانهم. النقطة الثانية ودي برضو نقطة مهمة جدا، هي فكرة انظروا إلى نهاية سيرتهم. مهم جدا إنه الإنسان يبقى مركز في خلاصه حتى النهاية، وإن العبرة زي ما بيقولوا بالخواتيم مش بالتفاصيل اليومية. عشان كده دايما نقول للإنسان مهما كانت حياتك وحشة المهم النهاية هتبقى عاملة ازاي، مهما كان في تقصير المهم النهاية هتبقى عاملة ازاي. وعشان خاطر احنا واثقين في محبة ربنا بنبقى دايما متأكدين ان ربنا مش هياخد الانسان في لحظة ضعف لكن في احسن حالاته. لو حطينا النقطتين دول جنب بعض، نقطة ان الله بياخد الانسان في احسن حالاته ونقطة ان الانسان مهما كان وحش المهم نهايته، فدايما نصلي ان الانسان يبقى دايما مركز ان النهاية تبقى هي احسن الحالات. وانه مهم جدا واحنا بنستعد للسماء ان احنا نبقى مركزين جدا انه ما نضيعش جهادنا بكسل او بعدم اهتمام او بعدم تركيز في قانوننا الروحي او باهتماماتنا الروحية او بخدمتنا لولينا.
اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله، انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. القديسين كلهم كانوا مركزين جدا في تمموا خلاصكم بخوف ورعده، تمموا نفس الفكره، نهايه سيرتهم تمام الخلاص. يعني الواحد ما ينفعش يقعد كده رايح يقول انا صليت كتير، انا استريحت كتير. القديسين عمرهم ما كانوا بيفكروا بالشكل ده، كانوا دايما بيدوروا من قامه لقامه اكتر ومن مرحله لمرحله اكتر عشان يتملوا من ربنا. من هنا تيجي الثلاث ثوابت اللي قالها بولس الرسول، ثلاث ثوابت تخلي الانسان في جهاده ده وهو في سكته للسماء يبقى دايما واثق، وهو كمان في الارض يبقى دايما واثق. النقطه الاولانيه هي ثبات ربنا نفسه. يقول يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. الحقيقه يا جماعه الموضوع ده مصدر تعزيه وثقه غير محدوده. اي حد فينا يفكر بالشكل ده يبقى دايما مطمن، لانه ايه اللي بيخلي حياتنا دايما فيها خوف؟ هو التغيير وعدم الاستقرار. واحد يبقى خايف من بره بكره احسن بعدين حاجه تحصل، لكن لما يبقى واثق انه مركون على اللي هو امس واليوم والابد يبقى دايما متعزي ويبقى دايما فرحان بثبات هذا المخلص. عشان كده من هذا الخلاص اللي بيقدمه رب المجد يبتدي الكنيسه تترجم ده بشكل تعليم. الخلاص يترجم لشكل تعليم، التعليم دي لازم تبقى كمان تعليم ثابته ما ينفعش تتغير. عشان كده في ناس كتير بتقول يا جماعه لازم يكون عندكم محبه وتتقبلوا كل الطوائف وكل الافكار وكل التعليم ومفيش داعي للتزمت بتاعكم. بنرد ونقول احنا قلبنا كله محبه لكل حد، ونصلي ولا ندين حد ولا حتى نلوم حد على اي شيء بيعمله، لكن ده ما يتنافاش مع ان الواحد لازم يبقى ثابت على تعاليمه. الكتاب يقول لما بيقول ان يهوذا يقول ايه، يقول اضطررت ان اكتب اليكم واعظا ان تجتهدوا لاجل الايمان المسلم مره للقديسين. فالايمان اتسلم مره، والايمان ما ينفعش يتغير زي ما يقول هنا، لا تثقوا تعاليم غريبه ومتنوعه. هقول لكم حاجه ما تزعلوش مني، احنا دايما بنحب نطبق فكر العالم في موضوع التعليم. يعني ايه؟ يعني لازم ابونا مثلا وهو بيشرح يقول حاجه جديده. يعني احنا لسه مثلا كنا بنتكلم برضه على حاجه انا اول مره اسمعها، بتبقى ملفته للنظر. حلو ان التعليم يكون فيه شيء جذاب، لكن المهم انه التعليم يبقى اساسه ثابت. يعني احنا بنتكلم على الهدف من درس الكتاب ايه، لو عايزين تلخصوه في كلمه واحده بس، هي توبتنا. هل التوبه دي لازم تبقى متغيره؟ لا. هل تعليم التوبه متغير؟ لا. الانسان يبقى دايما بيشتغل على خلاصه وبيشتغل على توبته، لكن هل لازم دايما يبقى فيه تغيير؟ لا، دي مش موضه. ما ينفعش يبقى اللي بيتعلم النهارده في الكنيسه غير اللي بيتعلم من 30 40 سنه، غير اللي بيتعلم، بالعكس. وده يمكن احنا في عالمنا هنا ما نحسوش قوي. كنت اقرا زمان عن اي حاجه ليها علاقه بالفلسفه، كانوا دايما يقولوا انه كل الفلاسفه يتقبلوا اي فكره لو هي قديمه جدا، لكن اي فكره جديده دايما يبقى عندهم علامه استفهام، دايما يبقى في خوف من الافكار الجديده. ليه؟ لانها مش اصيله. فهنا بولس الرسول بينبه على فكره انه لا تساقوا بتعاليم غريبه، ما تنبهروش قوي بحد يجي يقول لكم حاجه جديده عمركم ما سمعتوها وتعتبروها مسار للتغيير. ودي المشكله اللي وقع فيها كل المبدعين، ان هم جم بافكار جديده وافتكروا ان هم جابوا اللي ما حدش جابه قبل كده. ودي نفس الفكره برضو بدون ادانه حد، فكر الاصلاح، فكر اللي هي الريفورميشن او فكره البروتستانت او غيره، بيسموهم محتجين. يعني ايه؟ جم قالوا لا، كل اللي الكنيسه عايشاه في 15 قرن ده كان غلط، لازم نرجع للكنيسه الاولى. ايه الكنيسه الاولى؟ اللي هو قاله السيد المسيح. طب السيد المسيح قال ايه؟ ابتدوا يطلعوا بعض الافكار. بولس الرسول قال ايمان بس، الكتاب بس هو اللي معانا، مفيش حاجه اسمها كهنوت، مفيش حاجه اسمها جسد حقيقي دم حقيقي، وابتدوا يحطوا الافكار دي في انها كانت هي دي تعليم غريبه ومتنوعه. هل الكنيسه عاشتها في خلال القرون دي؟ لا. عشان كده احنا بنصمم ان احنا كنيسه ايه؟ رسوليه. كنيسه رسوليه، يعني كنيسه زي ما قلت على الايمان المسلم مره للقديسين، او كنيسه مبنيه على ايمان الرسل. الثبات الاول هو ثبات رب المجد نفسه والخلاص اللي قدمه لنا بدون تغيير اطلاقا. الثبات الثاني هو ثبات التعليم. الحاجه الثالثه يقول انه حسنا ان يثبت القلب بالنعمه لا باطعمه لم ينتفع بها الذين تعاطوها.
الآية دي محتاجة شرح كتير، مش نقدر نديها وقت كتير، لكن الفكرة فكرة إنه دايماً التحدي اللي دايماً برضو بنشوفه وإحنا بنتكلم على النعمة والجهاد، فبعض الناس تمسك الآية دي تقولوا بصوا صيام إيه بقى اللي أنتوا بتصوموه، الواحد قلبه ما يثبتش بالأطعمة لكن يثبت بالنعمة. الحقيقة إنه ده تضليل، لأنه الآية ما بتقولش كده خالص. لازم نفهم الأول الكلام في سياقه. بولس الرسول هنا بيتكلم عبرانيين متمسكين جداً بذبايح وبأطعمة، بيعتبروا إنها مصدر الطهارة، فيقولوا مثلا ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا عشان ده نجس. هل كنيستنا بتعلم ان احنا ما بناكلش كذا وما بناكلش كذا عشان ده نجس؟ لو حد بيصوم بالشكل ده ما يصومش، لان كنيستنا ما فيهاش مبدا ان الاكل ده نجس والاكل ده طاهر، ده فكر يهودي جدا. امال الصيام عباره عن ايه؟ الصيام عباره عن هو تغيير اولويات الانسان، انه اذا كان الجسد بيشتهي ضد الروح يبتدي الانسان يعمل تغيير في اولوياته، وهو بيغير اولوياته يبتدي يهتمش بالاكل، ما يهتمش بالأطعمة اللي بيتكلم عليها، وعلى حساب ده يهتم بالروح. يعني أي صيام ما فيهوش جرعة روحية، عشان كده نقول الصوم والصلاة، الصوم والصلاة، أي صيام ما فيهوش جرعة روحية سامحوني ملوش لازم. نمرة اتنين، أي صيام قايم بس على تغيير الأكل أو اعتبار أن الأكل ده حرام هو برضو صيام فاقد للهدف. الحقيقة مين قال أنه أكل اللحم حرام؟ مش حاجة اسمها كده، لكن الكنيسة نظمت إنها بروح واحدة ترجع تاني لمرحلة ما قبل السكوت، مرحلة اللي الإنسان كان بيعيش فيه بس على النباتات، وفي مرحلة كان الإنسان فيه بيهتم بالروح بس بدون الجسد. يبتدي الكنيسة بروح واحدة، ودي فكرة برضو الصيام الكنسي، مش بس فكرة إن كل واحد يصوم لوحده زي بعض الكنائس. هنا الروح الواحدة يبتدي يحصل تغيير من الأكل للروح، من بعض نوعيات الأكل لنوعيات تانية يبقى فيها درجة تكشف أكتر، درجة تركيز أكتر. لكن تاني برضو بصمم على فكرة إنه إذا كان الصيام قايم على أطعمة يظن الإنسان إنه حينتفع بيها يبقى صيام غير مفيد. بعدين يبتدي بقى بولس الرسول يتكلم تاني على فكرة الذبايح وفكرة الكنيسة والنعمة اللي هو بيقول عليها دي. إزاي القلب يثبت؟ يثبت بقى بالمائدة الروحية. شوفوا برضو التاني ازاي، مش بنتكلم بس على ان واحد يبطل ياكل اكل، لا، ازاي يبطل يغير الاكل ده لنوع تاني اكل. فبعد ما اتكلم على عدم الاهتمام بالاطعمة في حد ذاتها، ابتدى يقول بس في بقى طعام تاني ضروري جدا ان انتوا تركزوا عليه. ايه هو؟ هو الطعام الروحي اللي على المذبح، اللي هو جسد رب المجد ودمه. وعشان كده مهم جدا مثلا من ضمن الحاجات اللي بنقول للناس فيها في وقت الصيام، الصيام لازم دايما يختلط بقداسات كتير. انا بحب جدا الناس اللي بالذات في الصيام الكبير كل فرصه تروح تحضر قداس، كل فرصه تروح تحضر قداس في الصيام بالذات. ليه؟ ما هو اصل احنا مبطلين اكل، اصل احنا بنحاول نقلل الاهتمام بالاكل، وما احنا محتاجين بقى الاكل التاني، مش كده؟ عايزين الاكل الروحي نفسه. فيبتدي الانسان يبدل حاجه بحاجه، بدل الاكل ده الاكل التاني. عشان كده قال هنا لنا مذبح لا سلطان الذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، وحط هنا شرط أساسي للاشتراك في الوليمة دي. إيه هي؟ قال لازم تبقوا أعضاء في الكنيسة دي. من خلال إيه؟ طبعا من خلال المعمودية. فهنا من ضمن الحاجات الأساسية هنا يقول لنا مذبح لا سلطان الذين يخدمون المسكن، يقصد بالمسكن زي ما قلنا قبل كده كتير خيمة الاجتماع وطقوس العهد القديم، كل اللي ما دخلوش الكنيسة، كل اللي ما تعمدوش، لا سلطان ليهم ان هم يأكلوا منه. برضو هنا تاني تغيير أكل بأكل. وعشان كده الكنيسة تهتم جدا زي ما قلت لكم بفكرة القداسات كتير. ناس كتير تقول كل مرة كل شهر كفاية، مرة كل شهر ده طعام روحي، دي المائدة اللي تدينا طاقة ان احنا نكمل في طريقنا وفي جهادنا الروحي. مهم جدا الواحد يبقى دايما مستمتع بالاشتراك في الوليمة السماوية دي. وبعدين يبتدي يديهم أمارة بفكرة إنه مش الحاجات الجسدية دي اللي هتدخل السماء. فقول لهم طبعا هفكركم بحاجة، مش أنتوا فاكرين في العهد القديم إن في ذبايح ما كانش حد بيأكل منها خالص وكان لازم تتحرق تماما؟ يقول لهم كده، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. يعني
ايه؟ يعني اللي بيقدم ذبائح المحرقه، وعشان كده اسمها ذبيحه المحرقه، لازم تتحرق تماما، ما يبقاش منها حد حاجه ومحدش ياكلها. طب ما هو في اهو، مش انتوا بتوع اكل وبتوع ذبايح وبتقولوا ان دي حاجه مهمه جدا لان الانسان يبقى من شعب الله؟ طب اهو اهم ذبيحه بتتقدم عندكم اذا كان في يوميا، اللي هي ذبيحه الصباح والمساء وذبيحه المحرقه وغيره، وحتى بتاعت ذبيحه يوم الكفاره برضو كانت بتحرق بالشكل ده، وكنا اتكلمنا قبل كده على موضوع تيس عزازيل، مش هنعيد الكلام تاني. كل الحاجات دي ما بتتحرق خالص، ما تاكلوش منها، نفس الفكره. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فهنا اصبح دم الذبيحه اللي قدمها رب المجد هي استعاضه لكل الذبائح بتاعت العهد القديم، وبناخدها ونعيشها من خلال ذبيحه الافخارستيه. دي فكره. الفكره الثانيه فكره خارج المحله، انه زي ما الذبائح دي كانت بتحرق خارج المحله، وهنا ده طقس بتاع يوم الكفار العظيم اللي هو في لاويين 16. هقرا لكم الايه بتقول ايه؟ سور الخطيه وتيس الخطيه اللذان اتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما الى خارج المحله ويحرقون بالنار جلدها ولحمها وفرتها. ده كان طقس تيس عزازيل اللي هو طقس بتاع عيد يوم الكفاره، انه حاجتين: اولا بتحرق بالتمام، ثانيا تحرق خارج المحله. فيعمل المقارنه بولس الرسول زي ما بنكرر كتير، مغرم بالمقارنه برب المجد وبذبيحه الصليب، فيعمل نفس المقارنه، يقول مش فاكرين انه سيد المسيح لما مات ما تألمش جوه اسوار اورشليم؟ مش كده؟ خرج بره على جبل الجلجثه وكي يقدس الشعب بدم نفسه عشان يدينا التقديس اللي احنا محتاجينه، تألم خارج الباب. ويبتدي بقى يخش ببعد ثالث. فاكرين احنا كلمنا قبل كده على درجات الثلاثه بتاع بولس الرسول؟ درجه بتاعت العهد القديم، درجه في تحقيقها في شخص رب المجد، درجه في حياتنا احنا. الكلام ده يمكن بقاله كام شهر واكيد نسيناه، لكن ده نموذج تاني من الثلاث درجات اللي دايما بيتكلم فيهم بولس الرسول. البعد الاول ذبيحه بتحرق خارج المحله، بتحرق تماما، ما حدش ياكل منها، عشان يجهز ذهننا لذبيحه المسيح اللي بتحرق خارج اورشليم. وبعدين البعد الثالث يقول لنا احنا بقى زي ما السيد المسيح خرج وشال عارنا كلنا وشال خطيتنا كلنا وسامحنا في جسد اللي هو شاله ده لما مات، هكذا احنا كمان، يقول فلنخرج اذن اليه خارج المحله حاملين عاره. ايه حكايه بقى خارج المحله؟ وازاي يعني الواحد يخرج اليه؟ دي صعبه شويه، انا معاكم، لكن باختصار هحطها جنب ايه قالها السيد المسيح: من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وكأنه بيتبعني إيه؟ خارج المحلة. يعني إيه خارج المحلة؟ يعني تلاقي نفسك مش شبه الناس، يعني تلاقي مبادئك مش شبه مبادئ الناس، يعني تلاقي الناس كلها تلاوى وتلف وتدور وانت تقول لا أنا ما أقدرش، لازم أقول صدق. تلاقي الناس بتكسل وما بتهتمش بحياتها الروحية وانت تقول لا إزاي أنا ما أقدرش أنام من غير ما أصلي. تلاقي الناس بتيجي في وقت الصيام تقول صيام إيه أنت لسه بتصوم؟ ده الكلام ده بتاع زمان خلاص، محدش بيعمل الكلام. تلاقي نفسك بتقول لا. وعشان كده في صلاة يسوع الأخيرة في يوحنا يقول إيه؟ يقول كما أنني لست من العالم هم كمان ليسوا من العالم، ويصلنا يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. هو ده الخروج بره العالم، حاملين عاره. يمكن فكرة العار هنا شوية كلمة برضو مش واضحة قوي، هو يقصد انه نشيل اي احتمال محتاجين نستحمله، محتاجين ان احنا نستحمل. ممكن جدا نسمع الكلام ده بوداننا، يا ايه صيام ايه وصلاه ايه وبلاش دروشه وانت فكرك الانجيل ده هيغير حياتك، كلام كتير بنسمعه بشكل عملي كل يوم، ويمكن انتوا تتقابلوا منه اكتر مني عشان يعني مش بسمع اي حد يقول لي كده. لكن فكرة لنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، حاملين اختلافنا، حاملين زي ما هو اتبصله واتهان وزي ما اتعذب كمان وزي ما مات عشاننا. يقول في الموعظة على الجبل: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجلي، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ومن أجركم عظيم في السماوات دي بقى نخش في الآية اللي بعدها،
أنا عامل ده كله عشان أنا لا أنتمي للمدينة دي، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. أنا مش من العالم، هخرج من العالم. على فكرة العالم عمره ما هيريح اللي بيعلنوا إن هم بيرفضوه. العالم عمر ما الشيطان هيقول لك إيه، طب خلاص عايز تروح من العالم روح، عايز تصلي روح صلي، عايز تبقى مختلف في أخلاقك وفي مبادئك روح، مش مهم روح، عمره ما هيعمل كده. لازم نبقى متوقعين دايما إنه أي إنسان هياخد القرار إنه يحمل صليب ويتبعه، لازم هيبقى فيه صليب، لازم هيبقى فيه ألم، لازم هيبقى فيه تعيرات، لازم هيبقى فيه عار، زي ما قال بولس الرسول أنا أحيانا مش بخوفكم، بس هو ده الطريق اللي اتقال عليه إنه طريق ضيق، وحرب الشيطان هتبقى أحيانا ضد الإنسان، لكن رجاء الإنسان في المدينة الباقية، أن ليس لنا هنا مدينة باقية، ولكننا نطلب إيه؟ العتيدة. هو ده اللي يخلي الإنسان دايما تهون عليه أي حاجة، يخلي الإنسان دايما مش فارق معاه اللي احنا بنقوله ده، مش فارق معاه قوي بقى يعني إنه هو يسمع له كلمتين من هنا، أو إنه يجي على جسده، ودي أحيانا كتير حتة بنقع فيها، هصحى بدري واحضر القداس، هقوم وأنا تعبان طول النهار في الشغل عشان أقف أصلي، وأبقى نايم وبسقط ومش قادر أفتح عينيا بس هفتح إنجيلي وأقراه. هنا حتة واحد مرتب أولوياته، عارف انه باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعه تحت الشمس، مش هو ده المهم. المهم ان في مدينه باقيه وانا قاعد بقى ايه احوش في المدينه دي، بحوش فيها صلوات، بحوش فيها اعمال محبه، بحوش فيها قداسات، بحوش فيها طعام روحي من خلال كلمه ربنا وغيره. عشان كده يقول في سفر الرؤيا كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد ان يموت. يعني سيبك من الحاجات اللي هتموت دي، كن ساهرا وركز في العتيده دي. وفي تركيزنا في العتيده دي واحنا ماشيين، بالرغم من الصعوبات اللي انا بقالي شويه بكلمكم عليها دي، لكن معانا اللي يقدر يسندنا. عشان كده داود النبي بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخف شرا، ليه؟ لانك انت معي. طب يا رب هتسندني ازاي؟ والعصاك وعكازك هما ايه؟ يعزياني. كل مره الواحد يقف يصلي، كل مره الواحد يقدم فيها محبه، كل مره الواحد يمشي في سكته ناحيه المدينه العتيده دي، يحس بمعيه الله، يحس بايد ربنا، يحس بمحبه ربنا وسند ربنا ليه. ملمح تاني، بصوا الكلام الافكار بتمشي ورا بعض ازاي. ملمح تاني بقى واحنا ماشيين في سكتنا للمدينه الباقيه دي، دور بولس الرسول على الحاجه المشتركه ما بين المدينه اللي احنا عايشين فيها دي العالم وما بين المدينه الباقيه. فيقول ايه؟ يقول عارفين ايه اللي يبتدوه دلوقتي ويقعد بيكوا للمدينه الباقيه دي؟ التسبيح. عايزين تفرحوا قوي في حياتكم والدنيا مقلوبه بره وانتم مليانين عار والجسد قتلكم والناس واكلاكم وكل ده، عارفين ايه اللي يثبتكم؟ يقول فنقدم به في كل حين، فنقدم به في كل حين لله، نقدم به ايه؟ ذبيحة التسبيح، اي ثمر شفاه معترفة باسمه. ايه جميلة جدا، انا بحب الايه دي جدا. نقدم به في كل حين لله ذبيحة ايه؟ التسبيح. ايه هي ذبيحة التسبيح دي؟ ثمر شفاه معترفة باسمه. يا بخت الانسان اللي لسانه طول النهار قاعد بيسبح اسم ربنا، ان شاء الله حتى بيقول له يا رب ارحمني، اشكرك يا رب، يا رب اسندني، يا رب اعني، يا رب خليك معايا. ان شاء الله حتى انا واقف بطبخ يا رب خليني افتكر الحاجه اللي انا هنساها، فرحني يا رب باولادي، فرحني يا رب باخواتي، فرحني يا رب بجوزي بمراتي، اسندني يا رب في اللي انا بديني يا رب ان انا ابقى دايما مصحصح لغايه اخر يوم في حياتي عشان ابقى معاك في السماء. يقعد الانسان يقول ايه؟ ذبيحه التسبيح. وهي دي اللي احنا بنقوله لو تلاحظوا في بشفاعة والدة الإله، نقول في الآخر ايه؟ رحمة السلام ذبيحة ايه؟ التسبيح. خد مننا يا رب الذبيحة دي، ذبيحة التسبيح. إذا كان أبونا بيقدم ذبيحة الجسد والدم على المذبح عشان ناخد منه كلنا، ففي ذبيحة تانية كل واحد فينا يقدر يشترك فيها بشكل شخصي، هي ذبيحة التسبيح. وكلمة نتقدم دي لو انتوا تاخدوا بالكم واحنا بنقول رحمة السلام ذبيحة التسبيح، ابونا والشماس اللي قدامه بيشيلوا حاجة اسمها الابروسفارين، هي اللفافة الكبيرة خالص اللي بتغطي المذبح. عارفين معنى كلمة ابروسفارين دي ايه؟ معناها تقدمة. وكأنه كل مرة وانا بشيل بتاع ده وبسمع الشعب بره بيقول ذبيحة التسبيح، افتكر الآية دي، فنقدم به ذبيحة التسبيح. دي يا ربي اللي حلتنا، ده اللي نقدر نقدمه لك، دي تقدمتنا ان احنا نقرب لك بذبيحة التسبيح. في آية جميلة جدا جدا اظن في اشعياء بيقول هذا الشعب جبلته لنفسي
ليحدث بتسبيحي. شوف كأن ربنا خلقنا أساسا عشان نعيش الحياة الملائكية دي بتاعة التسبيح. وهنا التسبيح مش لازم يبقى بتسبيحة الكنيسة، هوس الأول وهوس الثاني، ولو إن ده ممتع، بس حتى اللي ما بيعرفش كلمة أشكرك يا رب، ما هي دي ذبيحة. ما في العهد القديم كانت دي ذبيحة السلامة، هي ذبيحة الشكر، ذبيحة شكر سلامة، هو يقولوا عليها كتير أحيانا ذبيحة شكر، أحيانا ذبيحة سلامة. فذبيحة التسبيح دي هي ذبيحة فرح، ذبيحة تهليل، ثمر شفاه معترفة باسمه. يعني إيه؟ يعني عايز تسبح ذبيحة التسبيح، قول اسم ربنا. عشان كده الكنيسة كتير من التسبيحة بالذات حاجة اسمها الإبصاليات في الكنيسة، أرباع أرباع أرباع، وآخر كل ربع اسم رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح، يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح، يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح، رب. كل الاعتراف باسم ربنا هو ده اللي يخلص الإنسان. وكلمة تانية هنا جميلة قوي هي كلمة كل حين. عارفين كلمة كل حين دي ايه؟ تخلي الموضوع فيه دايما استمرارية. والواحد كمان من الفوائد التانية للتسبيح، اللسان اللي يسبح ربنا كتير عمره ما يروح بعد كده لإدانة، ولا يجيب سيرة حد، ولا يتكلم كلام وحش، ولا يشتم شتيمة مش كويسة، ولا يطلع منه لفظ مش حلو. ليه؟ يعقوب الرسول قال اللسان ذا به نبارك الله، ينفع نلعن بيه الناس؟ ينفعش. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة، ينفع؟ يقول لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، ينفعش. كأن الواحد لما يبتدي يسبح ربنا بيحرج نفسه كده، يقول لرب ما ينفعش، ده أنا قاعد بقول لربنا كلام حلو وقاعد بشكره وقاعد بسبحه، ينفع بعد كده أقول كلام مش كويس؟ ينفعش. فيبتدي برضو حياة الإنسان تبتدي تتغير. يرجع بعد كده تاني بولس الرسول يفكرهم، وكأنه يعني بيزن عليهم نفس الفكرة اللي ابتدى بيها الإصحاح، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. هو كأنه إيه؟ لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. بعد ما جاب سيرة ذبيحة التسبيح رجع تاني افتكر، على فكرة في ذبيحة تانية أنا كلمتكم عليها من شوية أو تنسوها، إيه هي؟ ذبيحة فعل الخير والتوزيع، وده اللي ابتدى بيه الإصحاح. فكأنه عايز يقول لهم تاني وتالت ورابع، يا جماعة حلو إن الواحد يبقى له علاقة شخصية بربنا من خلال المحبة، من خلال التسبيح، من خلال الشكر، بس حاجة تانية مهمة دايما أفكركم بيها، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. والحقيقة الآية دي تغير مفهومنا تماما في أي حاجة بنقدمها للناس. فاكرين لما قلت لكم إن دي حاجة كأن أنا بقدمها لربنا، هنا يزود عليها كمان حاجة تانية، إن بالذبائح دي يسر الله. يا بخت الإنسان اللي بيفرح قلب الناس وعارف إنه بدي ذبيحة دي بتسر قلب الله. أنا مش عارف بصراحة الواحد لما يفهم إنه العطية اللي بديها لحد أو بديها للكنيسة أو بيساعد بيها أي حد بتفرح قلب ربنا، دي حاجة تخلي الواحد يسترخص أي حاجة، بس إنه إيه تاني؟ مش مهم، ده هفرح قلب ربنا وفي أهم من كده. دي الجزء الكبير جدا اللي احنا يعني شرحناه، وزي ما قلنا هو ماشي في آيات متراصة ورا بعض ورا بعض كده. وبعدين في النهاية، نهاية الإصحاح خالص بقى، يبتدي بولس الرسول يكلم الناس على عليه هو كمرشد وكراعي وكأب، يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا. شوف بولس الرسول بيقول إيه؟ صلوا لأجلنا، لأننا نثق أن لنا ضمير صالح راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. الآية دي تطبيقاتها كتير جدا جدا، بس خلينا نشرح الجزء الأولاني وبعدين أروح لها. بولس الرسول هنا بيشرح العلاقة بين أي خادم، كاهن، أسقف، بولس الرسول نفسه، والكنيسة أو الشعب اللي عنده. هاخد مثلا، هحط نفسي ولو أني أنا لا بسهر ولا حاجة وعلى قد حالي، بس يعني حط مثلا نفسي لأنهم يسهرون. أنا ككاهن مثلا مسؤول عن كنيسة، أنت كأب أو أم مثلا مسؤول عن ولادك، كخادم مثلا أحد مسؤول عن الأسرة اللي عندك وهكذا، بتسهر لأجل النفوس دي. ليه بتسهر لأجل النفوس دي؟ لأني كراعي مسؤول عن الرعية، مسؤوليتي أنا كراعي أن أنا أسهر. ليه؟ لأن أنا حدي حساب عن اللي أنا بخدمه، حدي حساب عن كل واحد فيكم، وكل واحد ما جاش النهاردة، وكل واحد بيجي كنيسة، وكل واحد ما بيجيش، أنا هقف قدام ربنا وهتحاسب، هتحاسب على النفوس دي، أنا هتحاسب على كل واحد بيجي كنيسة، ما بيجيش كنيسة، بيتوب، مش بيتوب، دي مسؤوليتي أنا شخصية. وقالها ربنا في العهد القديم حزقيال، قال له لو قلت للشرير موت أنت موت،
وما أنذرت أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريق الرديئة فذلك الشرير يموت، أما دمه فمن يدك أطلبه. لكن لو أنذرت وهو لم يرجع خلاص يقول أما أنت فقد نجيت نفسك وهو يموت باسم. فالتنبيه الإنذار دي مسؤوليتي، مسؤوليتي أنا ككاهن، مسؤولية كل أب وأم عن ولادهم، لأن إحنا هندي حساب. بس على الناحية التانية عشان الصورة تبقى كاملة يقول أنتوا كمان لازم تطيعوا، لازم تطيعوا الإرشاد، أطيعوا مرشديكم وإيه واخضعوا. ليه؟ بيقول أصل ده أولاً ده خلاصكم، ثانياً ده بيسهل على المرشدين دول والرعاة دول شغلتهم لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أنين. أنا لما بتصل بيك أقول لك مش في كنيسة ليه، تعالى طب مش بتعترف ليه، اعترف طب مش تعالى تناول، وبعدين ألاقي رد الفعل حلو واجتهاد وتعب، دي حاجة تفرح قلبي. لكن لما يحصل العكس بحب يبقى عنده أنين، مش بيفقد رجاء، مش بيقول خلاص أنت حر اعمل اللي أنت عايزه، بس مش بيبقى مبتهج، مش بيبقى فرحان، بيبقى سعيد بأن الناس فعلا بتتغير. فهنا يقول افعلوا ذلك بفرح لا أنين لأن هذا غير نافع لكم. يعني حاجتين، ينكد على المرشد بتاعك وانت مش هتخلص لان انت مش هتنتفع بالارشاد ده. وبعدين يقول نقطه تطبقها كتير جدا في الخدمه قوي، يقول ايه؟ يقول صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضمير صالح راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. المشكله انه انا بخدم ضميري بيبقى ضمير صالح، أنا نفسي كل الناس تبقى موجودة في الكنيسة، نفسي كل الناس تبقى تتوب، نفسي كل الناس تبقى مستعدة للسمع. بس أحياناً التصرف ما بيبقاش مثالي. أحياناً واحد يجي يقول أبونا أصل أنت قلت، أصل عملت، أصل حاجة. والسؤال هنا في فرق أحياناً ما بين الضمير ما بين اللي بيتصرف نفسه. فيطلب بولس الرسول حاجتين. الحاجة الأولانية بيقول أرجوكوا صلوا لأجلنا. ليه؟ لأنه الموضوع صعب، يعني تدبير كنيسة، تدبير شعب، تدبير خلاص النفوس، ده مش حاجة سهل. طب يطلب أولاً الصلاة، ثانياً عايز يقول لهم خلي بالكم أحياناً التصرف أنتم ممكن تفهموه غلط، أو بسبب ضعفي أنا كمرشد مش قادر أوصل الرسالة بشكل كويس، أو بسبب ضعفي عملت حاجة غلط، بس أنا ضميري أمام الله أني أنا عندي ضمير صالح أرغب أن أنا أتصرف في كل شيء بشكل حسن، بس أحياناً ضعفي البشري تقصيري او غيره ما تخلينيش اقدر اعمل ده. فارجوكم صلوا لاجلنا وخليكم واثقين ان احنا عندنا ضمير الصالح ده. ولكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا لكي ارد اليكم باكثر سرعه. حط برضو نقطه تانية في فكره ان انا بقالي مده كبيره ما زرتكوش، انا نفسي ان انا اجي وازوركم مره تانية، لكن بصلي انه فعلا ده يحصل قريب. ويحط صلاه جميله جدا جميله جدا، وارجو ان انتم تكتبوها كده في ورقه وتحفظوها. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، يعمل إيه إله السلام ده؟ يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. إيه الحكاية؟ بيدعي لهم، بيصلي لهم، بيطلب من إله السلام أن يملى حياتهم، يكملهم في كل عمل صالح ويصنعوا مشيئته. وهنا إله السلام لأنه حس أن هم محتاجين السلام، حس زي ما قلت لكم قبل كده بيكلم كنيسه مليانه مشاكل، ممكن جدا على وشك الارتداد من خلاصها، بتبعد عن الكنيسه، بتفتكر كنيسه العهد القديم، عايزين يبعدوا عن الافخارستيه وعن المعموديه وعن خلاص اللي اتقدم. فبيقول لهم خلي بالكم اله السلام، انا هبعت لكم اله السلام، بصلي ان اله السلام ده يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. بس في حاجه بين قوسين كده بتقلق بعض الناس احيانا. اله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع، إيه حكاية أن الله أقام يسوع؟ هو مش يسوع الله؟ هو مش يسوع قام بقوة لاهوته؟ إزاي يقول هنا أن إله السلام الذي أقام يسوع المسيح وكأن ربنا يسوع المسيح محتاج حد يقومه؟ الحقيقة ده موضوع لاهوتي كامل، ويمكن إحنا كنا لسه بنتكلم في اجتماع الأبروشية من كام يوم على شوية جبنا سيرة التثليث وفكرة الثالوث وفكرة الأب والابن والروح القدس، موضوع ممكن محتاج شرح أكتر. بس الرسالة الأولانية اللي عايز أقولها إنه إحنا بنتكلم على إله واحد، مش بنتكلم على ثلاث آلهة.
الفكرة التانية إن الأقانيم الثلاثة هم صفات لله، بس بنسموها صفات أكنومية، صفات جوهرية لله، صفات إنه الله هو كائن بذاته عاقل أو ناطق بكلمته وحي بروحه. النقطة التانية بأن كل واحد من الأقانيم دي ليه بيسموه تمايز مش انفصال، بالظبط زي أنا نفس وجسد وروح. أنا لما باكل روحي ما بتاكلش، اللي بياكل جسدي، هل معنى كده إن جسدي فارق روحي؟ لا، أنا أقدر أقول إن أبونا دانيال أكل، وأقدر أقول إن جسد أبونا دانيال أكل، بس ينفع أقول روح أبونا دانيال أكل؟ لا طبعًا ما ينفعش، لأن اللي أكل أكل الجسد. فاللي عايز أقوله إن في تمايز ما بين الأقانيم، كل واحد بيبقى له عمل، لكن ما فيش انفصال. لو بصينا في الكتاب المقدس هنلاقي إنه موضوع قيامة الأموات دي في آيات بتتكلم عن إن كل واحد من الأقانيم دي أقام يسوع المسيح من الأموات. يعني هنا آية بتتكلم عن الله الآب إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع. في آية تانية السيد المسيح نفسه بيتكلم ويقول إيه؟ انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام إيه؟ أقيمه. آية تانية بيقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، فهو اللي بيقيم نفسه. في آية ثالثة كمان بتتكلم عن الروح القدس، في روميا يقول إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم. معنى كده الروح القدس برضو كان ليه دور في القيامة. انا عارف الموضوع ده شويه بيشتت ناس، بس انا مش هقدر اديله وقت كتير غير ان انا اقول انه عمل الخلاص كله وثقه الخلاص كلها اشتركت فيها الاقانيم الثلاثه باشكال احيانا متميزه. يعني ما اقدرش نقول ان الاب صلب على الصليب، لا طب، لكن هل ما اقدرش نقول الاب اتجسد؟ هقول ولا مثلا الله خد جسد؟ اه الله خد جسد، اقصد ايه بالظبط بالله؟ اقصد الله الابن هو ده اللي اخد جسد. ففي تمايز ما بين الاقانيم لكن ما فيش انفصال، مش بنتكلم على ثلاثه مختلفين. فيقول هنا إله السلام الذي أقام، أنا بصلي بقى إنه هو نفس الإله ده يكملكم، القوة بتاعت القيامة دي تبقى موجودة في حياتكم وتديكم إيه؟ كمال. يكملكم يعني إيه يكملكم؟ هو إحنا ينفع نبقى كاملين؟ ويعني إيه رب المجد لما قال كونوا كاملين في الموعظة على الجبل كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل؟ كمال هنا بيروح في رسالتين. الرسالة الأولى إن إحنا مدعوين إلى الكمال، ده مش معناه إن الإنسان هيوصل للكمال على الأرض، لأنه دايماً الإنسان هيبقى تحت الضعف. الرسالة الثانية إنه حياة الإنسان زي ما قلنا من شوية لازم تمتد إلى آخر لحظة، إلى النهاية، وهو بيسعى إلى هذا الكمال. وعشان كده في آية تانية يقول إله كل نعمة بعدما تألمتم يسيراً هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. فحتة الكمال مرتبطة بأنه ربنا يثبتنا ويقوينا ويمكننا أن احنا نعمل مشيئته. يقول عاملاً فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. ودي الختمة تقريباً اللي بيختم بيها معظم الرسائل. في النهاية خالص يقول أطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. وأنا بختم الرسالة عايز أستعيل كلمات بولس الرسول دي وأقولها أنا بالنيابة برضو عن بولس الرسول، وبأطلب إليكم كل اللي تابعوا معانا الدراسة دي كلها أن تحتملوا كلمة الوعظ، تحتملوا ضعفي وتحتملوا يعني عدم إتقاني في أن أنا أوصل رسالة دايما بشكل بسيط، وأحيانا بتبقى صعبة وأحيانا مش تبقى حلوة قوي، بس أرجوكم أن تحتملوا كلمة الوعظ لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. الرسالة عميقة جدا، قدمنا فيها على قد ما نقدر نقدم، لكن في النهاية كلمات قليلة اللي قدرنا نقدمها عشان نوضح كلمة الوعظ دي. وهنا الوعظ ما هوش كلام بس، لكن الوعظ هي روح. كلام الذي أكلمكم به هو إيه؟ هو روح وحياة. وده كل المطلوب من إن احنا نفتح الكتاب ونقرأ وندرس، إن احنا نشوف قد إيه كلمة الوعظ دي تقدر تغير حياتنا، قد إيه كلمة الوعظ دي تقدر تثبت الإنسان. وزي ما بيقول هنا أن نحتمل كلمة الوعظ. لو حسيت أحياناً أن كلمة الوعظ تقيلة عليك، أو حسيت أنها مش مناسبة ليك، أو ابتديت تفكر في اللي جنبك هو اللي مفروض يتقال له الكلام ده، أو ابتديت تفكر في أبونا، طب أبونا ما بيعملش كده ليه، ابتديت تفكر في الناس اللي حواليك وتسيب أن كلمة الوعظ دي جايلك أنت، جايلي أنا، لأنه أنا زي ما تقال لي زمان وأنا بوعظ أول ودني بتسمعني هي ودني أنا الشخصية. فأنا بقول لنفسي وبقول لكل واحد بيسمع أي كلمة وعظ، يجب علينا ان احنا نحتمل كلمة الوعظ دي لانها كتبت الينا، ما كتبتش لحد تاني. اخطر حرب بيتضرب بيها الناس اللي بتيجي في الكنيسة او منتظمة في القداسات وفي الوعظ وفي القراية وكده، انها دايما تقعد تفكر في ان الكلام ده مش موجه لها هي، موجه لفلان والعلان
وعظ عن الغضب. اه ما انا عارف انا فلان الفلاني، انا عارفها فلان الفلانيه دي اللي دايما بتجيب سيره الناس، هي دي اللي المفروض يتقال لها الكلام. كلمه الوعظ كتبت الينا، كتبت الينا احنا، ولازم نسمعها احنا. وبعدين يكلمهم عن تيموساوس، يقول اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموساوس، واضح انه كان في السجن، والحمد بيشكر ربنا ان هو طلع من السجن، وبيقول الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا. يعني لو تيموساوس بعد ما اطلق يجي لبولس رسول، بيصلي انه نفسه يجي لهم ويبسي يزورهم زياره ثانيه، عشان ما يبقاش بس مجرد كلام ووعظ، لكن تبقى سيره. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من ايطاليا، وواضح ان ده المكان اللي كان موجود فيه بولس الرسول، يمكن تكون في روما. النعمه مع جميعكم امين. الى العبرانيين كتبت من ايطاليا على يد تيموساوس. واضح انه لما اطلق تيموساوس، بولس الرسول كتب رساله من خلال تيموساوس وارسلها من ايطاليا الى العبرانيين حيثما كانوا. احنا زي ما قلنا مش متاكدين هل هم كانوا في اورشليم، هل كانوا في المناطق المحيطه، ولا كانوا في الشتات في اماكن اخرى. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يطلب انه دي التحيه اللي دايما بتختم رسائل بولس الرسول، بيقدم بيها السلام والتحيه والنعمه اللي دايما بيختم بيها، وبيها نختم برضو دراستنا. نعمه الله الآية فلتكن معي ومعكم. لو عنده اي سؤال في الاصحاح ده، في اي حاجه في الرساله، او يحب اي اضافه، او لو في حاجه احنا ما غطيناهاش في الدقيقتين ثلاثه اللي جايين، يتفضل. ابونا عايز اسال قدسك يا ابونا على ان ربنا بيسمح بانتقال الانسان وهو في احسن حالته الروحيه. بنسمعها كتير الحكايه دي يا ابونا، دي هل دي ليها شاهد او يعني جت منين؟ يعني هو مبدئيا احنا بنستند على محبه الله، وعلى ان الله دايما بيبحث عن الانسان، لانه يقول لا يشاء موت الخاطئ. فالله الذي لا يشاء موت الخاطئ بل ان يرجع ويحيا، مما لا شك انه دايما هيبحث على الوقت اللي يرجع فيه الانسان، مش العكس. في مثل الابن الضال نشوف ان العلاقه ما انتهتش بين الابن الضال ساب البيت، والمثل كان بيركز جدا على مرحلتين، المرحله الاولى اللي كان مستمتع فيها ببيت ابوه، والمرحله الثانيه بالخير اللي جه لما رجع. رساله الكتاب المقدس بلا استثناء هي رساله خلاص، مش رساله هلاك. وعليه تبقى كل كلمه بنسمعها وكل رساله بنوصلها بتوصل لنا من الكنيسه لازم دايما تبقى رساله رجاء. عايز اقول لك يا دكتور انه جزء كبير جدا من مشاكلنا الروحيه قايم دايما على احساسنا انه مفيش فايده، وده بالظبط انه فقدان الرجاء. رجاء الانسان هو في الحته دي، في حته انه دايما شايف انه السما مكانه مش العكس، شايف انه احسن حاجه يحبها له ربنا ان يبقى معاه في السما. لما دايما الكتاب بيتكلم ان اسماءنا مكتوبه في سفر الحياه، ده معناه ايه؟ معناه انه المكان ده هو مكاننا فعلا، مش مكان تاني. واذا كان احنا بعد الشر اي حد يقول امحو اسمه من سفر الحياه، فده الاستثناء مش القاعده. ولهكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فهنا دايما هتلاقي كلمه كل، وانا يمكن حتى ما بحبش اخش في اللغويات كثير، لكن اصحاح زي ايه زي اديك مثال اهو، يعني بس ايه تحت عينينا اهي، يقول سلموا على جميع مرشديكم جميع القديسين، يسلم عليكم باللغه الاساسيه تبقى برضو جميع الذين من ايطاليا. هنا حته الشركه دايما جميع جميع جميع. لو تفتكر برضو في كام ايه اتكلمنا فيها على فكره انه عايز الكل يخلص. فيعني ممكن طبعا ادور لك على ايات تانية، بس هي دي الحاجات اللي بتحضر في ذهني دلوقتي، بتتكلم عن انه الانسان مكانه هو السماء، وانه الانسان لسه كنت بقرا حاجه عن التغييرات اللي حصلت للانسان مع السقوط، مش عايز اخش في موضوع معقد شويه، بس بيقول ان كل حاجه الانسان اساء استخدامها ربنا خلقها بشكل كويس. يعني فضول ادم انه ياكل من شجره، ده ربنا خلقه فيه حاجه حلوه عشان خاطر يستمتع بمعرفه الله. ذاكره الانسان انه يتذكر الله ويتذكر المحبه، احيانا الانسان بيستغلها بشكل خاطئ وهكذا. مش عايز اطول قوي، بس كل ما خلق الانسان الله للانسان من بدايه انه يخلقه في جنه عدن معاه، بيأكد انه لذاتي في بني ادم، بانه محبه الله الحقيقيه ان احنا نبقى معاه في السماء مش اي حته ثانيه. Thank you. Welcome. أبونا هندرس المرة الجاية.
سؤال حلو جدا بس للأسف ما عنديش إجابة لسه. هو كان في فكرتين، فكرة بتقول إن احنا نكتفي بدرس واحد بس للكتاب اللي بيعمله أبونا بشوي علشان كتير عليك ويبقى فيه تلات وخميس وجمعة، فبعض الناس كانت بتقول خلاص كفاية واحد بس يعني وأبونا بشوي يكمل وأنا أكتفي بالإنجليزي. في ناس تانية قالت لي لا احنا عايزين نبتدي حاجة تانية، فبصراحة لسه ما مش عارف، لسه مش عارف. لا احنا نبتدي عايزين حاجة نبتدي تانية. حاجة تانية يا ابونا، نبتدي حاجة تانية. أنا تحت أمركم يعني أكيد حاجة تانية. ما بنسلكش في الإنجليزي يا ابونا، خلينا في العربي. أنا وأنا برضو زي حالاتكم، أنا بتهته يعني مش يمكن أنتوا أحسن مني كمان. لا العفو. بس مش عارف برضو لو في أي اقتراحات بحاجات معينة ممكن تقولوها وتبعتوها لي ونشوف نعمل إيه حاجة. أوكي نصلي ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا ربي على إنك اديتنا الطاقة والوقت والعمر إن احنا نكمل هذا السفر الممتع المشبع اللي مليان بالتعزية ومليان بفكر السماويات. نشكرك يا ربي على إنك دايما بروح واحدة بتجمعنا حواليك، ونشكرك يا ربي على